يعني احنا بنستورد القمح والقمح بتاعنا مبوظ وكده. لا يا عبد العظيم، عضو مجلس النواب وعضو لجنه تقصي الحقائق، احنا زي ما انت شايف احنا جينا طبعا هنا في محافظه اسيوط الوصيه، شركه اسمها الشركه الوطنيه، الشخص يدعى حسين عبد الحي حسين. دي شنيه زي ما انت شايف يعني وضع سيء جدا، عباره عن ارض فضاء، احنا في جبل غربي، ما فيش اكثر من سور حوالين الارض الفضاء، ومبنى قاعد فيه امين الشنيه والموظفين، وللاسف الشديد التشوين سيء جدا، الاقماح مرميه في الارض بطريقه عشوائيه. انا مش فاهم يعني ازاي الهيئه المصريه او الشركه المصريه القابضه للصوامع تأجر شنيه بهذه الطريقه، يعني هذا اهدار للمال العام. هنا المفروض 22.5 ايراد من نقاء، انا ما اعتقدش ان هو هيوصل الكلام ده، بس احنا طبعا ما نقدرش نسبق الاحداث، لان احنا معانا مندوب من المعامل المركزيه لوزاره الصحه بياخد عينه وبتروح معامل المعامل المركزيه لوزاره الصحه على اساس ان هو بيدي في الاخر نتيجه العينه، هل هذه الاقماح خاليه من السموم والافات ام لا. يعني دي اقل درجه نقاء للقمح 22.5. لو قل عن كده كده خلاص ودي قصه ثانيه بيجازى بيها، يعني بياخد عقوبه اكثر. الملف ده كله من اول زياره لينا، يعني انا اصدم كل يوم بوقائع غريبه وجديده، وما كنتش متخيل ابدا ان ملف توريد القمح وتخزينه بهذا الفساد، بهذا السوء، بعدم الضمير. انا مش متخيل ان مواطنين في مصر، اولاد مصر وابناء مصر، بيتلاعبوا بايه؟ بقوة الشعب المصري، بدم الشعب المصري، برغيف العيش.